ومعنا في الاستديو الخليل والخيري الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك. أهلا وسهلا. نددتم في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بفرض سعر موحد على الدجاج المحلي، ما الذي أثاركم في ذلك؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نحن نعتبر ما أقدمت عليه السلطات الممثلة في وزارة البيطرة الأسابيع الماضية من اجتماعات ماراثونية استبشرنا بها خيرا، وكنا نأمل أنها ستتجه لفرض مزيد من اشتراطات الجودة في المنتج نفسه، لأنه نحن في الجمعية لسنا راضين بالمرة على التداول الحاصل على مستوى اللحوم بشكل عام، وخاصة لحوم الدجاج، باعتبار أن المنافذ الموجودة عند هذه اللحوم يعني للأسف لا تمر يعني بإجراءات بدائية جدا وغير صحية بالمرة، وكنا نعتقد أن الوزارة ستفرض عليهم أنهم يعطوها دفتر مباشرة تعرف من خلاله الدجاج أنت وعالج بمواد من أجل ياك أنهم يقدروا يصبروا عنه فترة ياك يعرفوا، وكنا نختار نعرفوا الحش اللي هاي الأعلاف اللي تستهلك الدجاج أيضا اللي معالجة وراثيا شن هي المواصفات اللي المفروض انها توفر عليها هذيك الاعلى. ما الذي تعرفونه منها حتى الان؟ نعرف ان هي للاسف فرضت اسعار مشحبه على المستهلك الموريتاني، وبالمناسبه ما يعنيها هي، المفروض انه نعود نحن في بلد ننتهج سياسه اقتصاديه ليبراليه حريه السوق، واطاح الناس الندود راعه، ومعروف ان نحن موريتانيا نعتمد على اللي قالوا العرض والطلب، الى اللي كثر العرض مباشرة يا الله هو يعني إلى اللي كثر الطلب ترتفع المادة، والعكس صحيح، إلى اللي عاد المادة نادرة عادة يرتفع الأسعار. هو اللي خلف الأيام الماضية بما بررت الوزارة، أيوة هذا الأيام الماضية اللي خلف فيها على النتيجة على السوق أنه كان متخما بالدجاج وعاد ياسر حتى هو سعره، وناس عاد تبيع رابحة بالفوقية، تمينا فجأة إلين للأسف قامت السلطات وقالت لهم هناك ما هو مقبول، قطع درتونا مرة ماضية باللحوم الحمراء عند الدائرة 11 اللي فرضت سعر معين، وكانوا ديك الساعة واحدين المستثمرين العرب وعادوا يبيعوا اللحم بأسعار هوينة واللحم جيد جدا، وقاموا السلطات وفرضت قالت أن خارج لا لك السعر القديم، وهذا نحن نعتبر أنه حيف وأنه ظلم، وأن مطالبين السلطات الرسمية ممثلة بوزارة التجارة هي اللي يعنيها القضية ولا تعني وزارة البيطرة أبدا، هي اللي تعنيها المنافسة اللي هي وزارة التجارة، يا الله هو هي اللي تنظم السوق، ويا الله هو تفرض القوانين اللي هي اللي كانها مطبقه لهذا المجال، المراسيم اللي هي حريه السوق. حريه السوق شنو هي؟ معناها انه تخلى الناس تستفيد من منافسه التجار، الى اللي تنافس التجار وعادوا رابحين تخلى تنباع بالسعر العادي كيف كان خالي. اذا هذه المسوقات التي من وجهه نظركم في هذا القرار ترون انها غير مقنعه، المسوق المقنع من وجهه نظركم في هذا الاطار هو فقط ما نعرف، هو على كل حال رعاية المصالح الكبار، يعني أعتقد أنه ما يقدر أبدا يعود يكون لا فقط الوزارة للأسف تدخلت لصالح التجار بشكل عام وأهملت أنها عندها يا الله تعود تطلع بدور اجتماعي، ويا الله هو تعرف أن المستهلك العادي أنه قوته الشرائية خاصة الأيام اللي البلد للأسف يشهد مشاكل اقتصادية كبيرة وتدني الأجور اللي دائما مستمر مع ارتفاع الأسعار المستمر، خاصة المحروقات اللي العالم كامل شهدت فيه انخفاضات، ونحن مازلنا متمسكين بأسعار القديمة، وذاك قطعا أنه يفاقم الأسعار بشكل عام، ولذلك نحن نناشد السلطات الرسمية ممثلة بوزارة التجارة أن تأخذ على أيدي المسوقين للمواد الاستهلاكية اللي ما هي جيدة، وايضا الاسعار الغاليه انها تراجعها وتفرض على الاقل القوانين المنظمه في المجال، ما ندورها تدعم اللي احنا عرفنا عن انه للاسف الدعم انه شبه مستحيل، ما قدرت تدعم المحروقات اللي في العالم كامله انخفضت. طيب، اشرتم ايضا كذلك الى في البيان الى فرض احترام المعايير الصحيه. نعم، هو كذلك المعايير الصحيه هو معروف في العالم كامله ان ان أن الدجاج إنه قاع ما ينباع بالسعر هكذا، إنه مثلاً ينباع بالوزن، نحن في بلدنا للأسف نشوفه على إنه هم يحدوا السعر في نفس الوقت اللي وزن ما هو محدد، ما هو طبيعي في العالم، خاصة الدول الجوار اللي نحن دائماً نشبه بها
الخبز مثلا معروف وزنه، بينما موريتاني حتى الساعة نحن ما نعرف لكن نحن استقلينا، وحتى الآن الخبزة فينا ما هي معروف وزنها، غير معروف سعرها ويرتفع، غير بعد أنها ما هي نهائيا وزنها ما معروف. ونفس الشيء بالنسبة للدجاج، الدجاج نحن شفنا على المستهلك العادي أنه كان مغرر به، وأنه ينباع له الديوك بأسعار غالية جدا، في نفس الوقت اللي هي لاش من الطويرات ما هي لها ما تقدر توزن أبدا ليبر ولا، ومع ذلك السلطات تدخلت ما شاء الله، ويعني ساعدت التجار على صالح وعلى حساب المستهلك العادي، اللي هي المفروض أن الدولة تتدخل لصالح المواطن العادي، بينما هذه المرة للأسف تدخلت لصالح التجار كما فعلت في للأسف بعض المواد الاستهلاكية الأخرى. الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، شكرا جزيلا لك.